قريب يا مظلوم كربلاء يا محيز وأبو علي يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي معكم لا مع غيركم فنفوز والله فوزا عظيما السلام على عظم الله لك الأجر مولاي يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين بشبيه رسول الله فما أدري أهني أم أعزي علي المرتضى بابن الشهيد أبا الحسن ارفع راسك أقل علي بالطفوف أقام حربا كحربك يا علي مع اليهود وصير كربلاء بدرا وأحدا ونادى لكن يا أبا الحسن الآن نزل راسك أبا الحسن يا علي وطورا يا علي أعزي فيه مرحوم صرختك رحم الوالدك وتبكي العين للعبد الفريد أقول لها وقد ملئت دموعا ألا يا مقلتي هل من مزيد بيك قال شباب الله يحفظكم شبابكم يا شباب يا شباب ما رأى عرسا ولكن تخضب كفه بدم الوريد فيا نفس اذهبي وجدا وحزنا ويا عيني بحمر الدمع جودي خير الجدود أنا ما يوجع قلبي بهالقصيدة إلا هالبيت أتصور الوالد يصور الحسين على جسد ولد علي
ولدي لا تخليني لحالي، ولدي لا ترجع قلبي بفراقك، علينا يا ليالي الوصل عودي، رجوتك يا علي تعيش معي. يا علي تمنيت انت اللي تشيل جنازتي، انت اللي تحفر قبري وتهيل التراب علي. ولدي الابو يفتخر بولد الشباب ولد الكبير، رجوتك يا علي تعيش بعدي وتوسد جثتي رمس اللحود. اذا هذه حالة الحسين سايلني شلون حال ام الشبايا، قل علي علي ام علي مرد قلبي مرد قلبي، بان الهم علي ولا وظلمة عادت ايامي، لعشتها وياك كلها فراق. يما يا علي ما بدفنك تحت تراب، يما يما دفنتك حزن بضلوعي. وبعد ما تمر بيها فراق. يما يا الولد يا الولد يا الشباب، انتو همين الشباب احجي وياكم. قلت لك امس الام اش قد غاليه واش قد عزيزه، اش قد تحب ولدها الشباب، تريد الكبرتها اذا فقدت الام ولدها. احنا يا عيوني نجي نعزيها يومين وثلاثه، وتعالي نروح ومن يصير الليل نخلي راس نعلم خده وننام ما ندري ايش صاير. لكن اذا اكو ام فاقدت لها ولد، اذا اكو ولد ام ولدها ماسور، تظل الام بالليل نعلم خده تتقلب يمين وشمال. ما ادري ولدي ولدي نايم لو قاعد، ما ادري ولدي اكل ما اكل، ما ادري ولدي بردان خفت يما غطيه. يما علي يما علي لو تشوف اللي العقب عينك شلون اقضي. يما لا تشوف الليل عقب عينك شلون اقضي، نصب الدمع والحسرة او نص احلم واشوفك بيه. يما اقول ترد ليالينا ليالينا ليالينا، وزمان الراح نرجع له. يرجع يرجع ان شاء الله الوالده، يرجع ولدك ان شاء الله في احضانك. يما اقول ترد ليالينا وزمان الراح نرجع له. يا يما واصحى واصحى وتصحى عيوني، ولا ما شفت حلم وراه. يرجعون ان شاء الله حق الشباب، ولكن الامر لله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، والعاقبه للمتقين. قال سيدنا ومولانا امامنا السادس محقق الحقائق ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كل ذي صياعة محتاج إلى مضطر إلى ثلاث خلال، يحتلب بها الرزق أن يكون حاذقا في عمله، مؤديا للأمانة فيه، مستميلا لمن يستعمله. صلوات الله وسلامه عليكم أئمتي وسادتي أهل البيت ورحمة
الله وبركاته. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يؤصل قاعدة في علم الاقتصاد. تعرف هذه القاعدة في المؤسسات الأكاديمية بنظرية التسويق. كيف؟ يقول إمامنا الصادق عليه السلام: إذا أردت أن تحتلب الرزق، إخواني تحتلب الرزق، والخطاب للجميع طبعا، للموظف، للكاسب، صاحب البرادة، للتاجر، للعامل، لأي مهنة تعمل فيها، إذا أردت أن تحتلب إخواني، غير أن تستدر الرزق. الرزق هذا يجي بالعمل، ولكن تحتلب، أكو كأنه أسرار، يجيك رزق إضافي من هذا المقصود، يجي إضافي أنت مو حاسب حسابي هذا الرزق، فيحتلب الرزق بها. هناك أسرار ثياب إن شاء الله. بارك الله فيكم شباب، لا تقصر، رحم الله والديكم، رحم الله من ذكر القائمة فقال مع الصلاة على محمد. احتلاب الرزق، احتلاب الرزق من موارد غير معروفة غير مرئية، كأنه الله تبارك وتعالى يسبب هذه الأسباب. بس الإمام الصادق سلام الله عليه يقول أنت عليك أن تتمتع بهذه الصفات، وهي أولا، ساعدتك الحديث حتى شوي تحفظه في خدمك أنت خصوصا الشباب، الله يعطيكم العافية إن شاء الله. يقول: كل ذي صناعة محتاج أو عفوا مضطر. بس أنا ليش كل ساعة أغلط بيها؟ لأن ببالي الفرق بين محتاج ومضطر. المحتاج ممكن عنده بدائل، لكن المضطر ما عنده بدائل. الإمام سلام الله عليه يقول: تريد يجيك رزق زايد أنت ما حاسب حسابه، فأنت مضطر، ما لك إلا سبيل واحد، وهو مضطر إلى ثلاث خلال، ثلاث صفات يحتلب بها الرزق. أولا أن يكون حاذقا في عمله. حاذق، هذا الحاذق مصطلح الأيام موجود في المستوى الأكاديمي. شنو والله منو من الشباب يخدمنا إذا وياي على الخط التالت؟ أن يكون حاذقا في عمله. المتمرس، أكو بالمجال الأكاديمي في المصطلح يسمونه التخصص. التخصص هذه أصلها إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. لا تشوف هسه الأجواء الأكاديمية هسه الآن بارعين بيها من 30-40 سنة صار لهم، لا، أصلها إمامنا الباقر وهي التخصص. يقول أن يكون حاذقا في عمله، وهذه أكبر مشكلة يعاني منها عالم الدول الثالثة، الدول النامية مشكلة عالي من عالم. شوف أخطي هذا يدرس يخلص يأخذ المجال العلمي أو أدري مدرسة أو عفوا جامعة أو معهد شهادة منها، هو يشتغل تخصص أجنبي بعيد جدا عن ممارسته وعن دراسته وعن محبته وهوايته. وهذا بلاء. يقول الدكتور غازي القصيبي، غازي القصيبي عنده كتاب جدا لطيف، يا ريت يا شباب تروح تشتري تقراه، ويا ريت لو 2-3 منكم 4 يشترون واحد ونداور بيناتنا، هذا اقرا ثاني اقرا، صدقني 3 ايام تقرا لانه ممتع ومفيد جدا، حتى لو انت متقاعد اصلا تقرا هذا الكتاب. حياه في الاداره موجود بالمكتب الوطني، حياه في الاداره دكتور غازي القصيبي يذكر، يقول انا تخرجت عندي شهاده دكتوراه في الحقوق، اجيت المملكه العربيه السعوديه اول ما توظفت بالجامعه، شو توظفت؟ خلوني بالمكتبة ألصق صور مع الطلاب مستجدين وأملي لهم الفورمات. هذا وين أنا دكتوراه بالحقوق؟ هذه مشكلة عندنا بينما تشوفها قليلة ونادرة جدا في العالم الغربي. وهسه أبين لك ليش المشكلة إحنا عندنا وهم ما عندهم. المشاكل إحنا وحدة من مشاكلنا إخواني وأحبتي هو التوجه، التوجه إلى هالصورة النمطية، أنه أنا أتخرج وأريد أعمل أمام الطاولة والقلم والورقة واللابتوب أقبال والكمبيوتر وياي النكتاي والكوت أروح للشغل وليا الحقيبة. أخواني الصورة الدعائية الخيالية، الصورة هذه الباسكل ما لها طعمها، ترى هي هاي اللي مدمرتنا، هي هاي اللي مدمرتنا.
سألوا أبوتنا الكبار. إخواني الآن الاقتصاد يقسمون يقولون هم ثلاث طبقات، العامل ثلاث طبقات: الطبقة المنتجة اللي تدور خير على البلد وعلى المجتمع هي الطبقة العاملة، أصحاب المهن والحرف اللي يشتغل اللي يصنع في الصناعات. الطبقة الثانية المستهلكة لاقتصاد البلد هم الموظفين، وهذا البلاء اللي عاني منه الدول النامية كثرة الموظفين. على أفهم من يشيل الموظفين؟ هسه روح انت تشوف كثير من الدول، ما احكي عن بلدنا، ترى واية من الدول، تشوف انت عندك معاملة بالحكومة، موظف كامل جالس على كرسي يستلم راتب شهريا على شنو شغلته؟ روح مثلا اي ادارة من ادارات الهجرة والجوازة، شغلته بس يختم لك على ورقة اختم. شنو الانتاج اللي قاعد يجيبه الى البلد؟ في الحقيقة استنفاذ. الطبقة الثالثة التي تستنفذ طاقة البلد وخزينة البلد هي رجل الامر، الدفاع، الجيش. هذه نظرية امير المؤمنين سلام الله عليه، ولذا كل البلدان تعاني من قضية رجال الامن. فلذلك الإسلام ما حذر من الأعمال إلا الحرف والمهن والصناعة. وقلت لك اسألوا أبوتنا يوم اللي كان يشتغل وعرق جبينة، اليوم إحنا لا أريد الطالب تحت التبريد تحت. وترى ما ألوم الشباب، لا لا، هو الوضع، وضع دولنا كلها، ما أحكي عن دول عربية ولا خليجية، دول العالم النامي كلها هذه مأساة. ماكو يعني هذا المشكلة صاير. العامل الحرفي، الحرفي معناها انت كادح، معناها دخلك قليل، معناها تعيش فقر، معناها شايف هذا هيك. بينما تجي الى الدول الغربية شوف العامل المنتج هذا رجل ثري، هو يشتغل بالحديد، حداد او نجار، لكن هو نفسه رجل اعمال، بيته ما شاء الله، سيارته ومكانته. ليش؟ نظرهم الى الحرفي يختلف، الى المهني يختلف. احنا من اللي وجهنا الاستراحة يجينا؟ وين السنس؟ من اللي وجهنا وعفز اوضاعنا فوق تحت الاستراحة يجينا؟ شوفوا ابوتنا، الاسلام ما حب احبتي عمل، لا يحب الله عمل، كما يقول الامام الصادق سلام الله عليه، من عبد مهنة يعني كالزراعة. افضل مهنة عندنا هي الزراعة. ليش؟ لان افضل مهنة تغذي اقتصاد البلد والمجتمع هو مزارع. انت لاحظ يقول الامام الصادق سلام الله عليه: المزارعون كنوز الله في الارض. بينما تجي تشوف وين اكو بلد، خصوصا البلدان الاسلاميه، اذا بيها ارض خصبه وبيها زراعه، تشوف اجى الاستعمار اول ما ضرب طلب لك الاراضي الزراعيه. أبوتنا يعرفون إيش قاعد أحكي، حتى أنا كنا ما أعرف إيش قاعد أحكي، ولا أنتم يا شباب، إحنا ما عايشين بذلك الظرف. شوف العراق، كان في 650 نوع من أنواع التمور. يقولون الإحصائيات الكرة الأرضية كلها، كان ذلك الوقت متى؟ قبل الستينات، كان كل الكرة الأرضية بيها 90 مليون نخلة، 90 مليون نخلة. ثلث 90 كم يا شباب؟ 32 مليون نخلة فقط في العراق، 650 نوع. أكبر بلد مصدر للحنطة هو العراق. أخصب أرض على وجه الأرض هي أرض بلاد الرافدين، تحديدا بالعراق وجنوب العراق تحديدا. تجي إلى سنة 30 أغسطس 58 صدر عبد الكريم قاسم، مع احترامي للجميع، صدر قانون استصلاح الأراضي الزراعية. هذا استصلاح الأراضي الزراعية القانون منين جاي؟ هسه أقول لك منين جاي هذا القانون. بعد هالقانون ما سنة بسنتين ثلاثة، وإذا تدهورت الزراعة في العراق، ولأول مرة في حياة العراق يستورد الحنطة. رز، عيش العراق كان معروف. قلت لك أبوتنا سألوهم، كان معروف عيش العراق، الآن عيش ما شكلهم يستوردون عيش. هذا العراق. سيد محمد علي الشهرستاني الله يرحمه، هو الرجل صاحب هذا، رجل عملاق، رجل مهندس وحوزوي، مهندس معماري، أضخم لعله أضخم مهندس في العالم الإسلامي كله. هو من الستينات حرم الإمام الرضا، خليني أحكي لك بسرعة لا يروح علي الوقت. من الستينات حرم الإمام الرضا سلام الله عليه، أبوتنا يمكن يتذكرون اللي رايحين بالخمسينات والستينات، كان ضريح الإمام الرضا مو بهالطريقة، كان أكو ضيق نص متر في جانب عند الشباك، ولا استطاعت ولا شركة أجنبية أيام الشاه،
ولا استطاعت ولا شركة أجنبية أن تتجرأ وتوسع. قالوا الخاف القبة تطيح بناقدي. ولا شركة إيرانية استطاعت. الوحيد اللي استطاع وتحمل المسؤولية ووقع على مسؤوليتي هو اللي وسعها سيد محمد علي الشهرستاني من السكينات، وعنده أعمال خيرية مجلس كامل. أنا بس أريد أبين عندي بحضر مسودة، أبين أعمال خيرية سيد محمد الشهرستاني رحمة الله عليه. أنا رجل أعتبره قدوة، حقيقة قدوة. رجل عندي كتاب سيرة حياة توفى قبل سنتين الله يرحمه، عندي سيرة حياة تقريبا 850 صفحة، عندي الكتاب موجود. الرجل صاحب الشركة اللي تحمل بناء القبة العسكرية في سامراء، قبة الإمام العسكري سلام الله عليه، منه هو. وإذا رحت العام تشوفون هذا البنر، صورته موجودة هنا. تخطيط تسقيف حرم الإمام الحسين وهذه التوسعة والمرمر والكيشوانيات الجديدة وما بين كله هو سيد محمد علي الشهرستاني. توسيع حرم الإمام أمير المؤمنين سلام كله هو سيد محمد سبعدي كله هو. الرجل إلى ما شاء الله أيام دي أقول لك مجلس كامل أقعد أحكي لك ما خلص، بس حتى أبين لك هذا الرجل شنو عنده منه. إجا بالسبعينات إلى وين؟ إندونيسيا. إندونيسيا إحنا من شنو نجيب من عندهم هالأيام؟ ها؟ بارك بارك تعال. بالسبعينات عنده طبعا شركاته حسبه الأرض، هذه أرض إندونيسيا مساحتها وجودة أراضيها، أراضي كلها غابات. قال لهم يا أبا أنا أعطيكم خطة 5 سنوات أضمن لكم ما يبقى ولا ثغرة في إندونيسيا، وتبقى حسبه أن أرض إندونيسيا لوحدها ممكن تغذي العالم كله بالإنتاج الزراعي لأكثر من 100 عام. خلوا الخطة وسووها واستصلح هذه الأراضي، بيها بيوت، بيها راتب إلى المزارعين. وإذا بالأمر أجل منع توقيع على هذه العقود. من وين أجل المنع؟ هسه أخبرك. فشلت عند السيد، وين راح؟ أجا إلى غينيا. غينيا وين صايرة؟ أفريقيا. غينيا بلد أفريقي ثري وغني، ولكن وين عايشين؟ بالفقر. السيد يقول رئيس وزراء الغيني صغير، فاجيت حطيت خطة في غينيا لاستصلاح أراضيهم وللثروة الحيوانية وللموارد السياحية. خلينا الخطة ضمان 4-5 سنوات بالكثير. غينيا تصعد فوق وفوق وفوق، انت عينك شمت بسكوريا، كوريا ما صار لي ترى 15 سنة وين وصلنا في مصاف الدول المتقدمة. بس ليش هذول؟ اسمع ليش. يقول خلصنا هالليلة، احنا عندنا عشاء العمل والرئيس الوزراء يوقع على العقود، عقود استصلاح هذه الأراضي، ثروة زراعية، ثروة حيوانية، ثروة سياحية. بعد شنو أكثر من هذه يريد البلد؟ يقول العصر إجال الأمر أنه العشاء مجيء. اتصل بي رئيس وزراء الغيني، قال لي أريدك هالليلة. اجيت لجليته خير أسمع شر، قال لي ما عندنا قطعة. ليش؟ قال صدر إن الأمر من السفارة الإسرائيلية بعدم التوقيع. يقول وراها بشهر هي السفارة شركة إسرائيلية أخذت العقد، سوت شيء. وهذا أنت قدام عينك تشوف أفريقيا. أفريقيا تدري شو يسوون؟ تدري أرض أفريقيا شو تسوي؟ أرض أفريقيا يقول علماء الجيولوجيا هذه بإمكانها أن تغذي العالم بالثروة النباتية والحيوانية أكثر من 100 سنة. العالم كله يعني السودان لوحدها بالثروة النباتية أكثر من 50 سنة ممكن تغذي العالم. السودان لوحدها. وهذا أنت تشوف الآن إندونيسيا تجي من بعدهم فقر، وهذا تشوف أنت بأفريقيا وين ما فقر ومجاعات وملاريا وأوبئة كلها بهذه البلدان. من وراها؟ قال لك كتب من قبل أكثر من 100 سنة، كتب في بروتوكول حكماء صهيون بروتوكول 20 وبروتوكول 21. إذا إحنا نريد نبقي هذه الدول مستعمرة، أول ما نقصم ظهرها عن طريق الزراعة، نبيد الزراعة وخليه ضعيف مشلول، لا هو طايح ولا هو واقف، خلي ظهره منحني دائما هذه البلدان. وهكذا هي تعمل. ولذلك تشوف دول العالم الثالث وين ما أبو مصلحة لهم للاستعمار هكذا يسوي البلدان. فعموما أرجع للحديث، يا سيدي يريد التخصص وهذا البلاء قلت لك، هو يدرس منا وشغله منا، الوضع كله مخبوص خوص. لكن ما يخلص، خلي الوضع مخبوص. أنا ما الذي يتوجب علي إمامنا الصادق سلام الله عليه ينصحني؟ يقول تريد تحتلب الرزق
يجيك الرزق. شوف شنو انت تشتغل به، باي مهنه تعمل يا سيدي. تعلم عن مهنتك، ابحث عن اسرار مهنتك، افتح لك احلام، اقرا شوي، اتعلم ان يكون حاذقا متخصصا فيما تعمل. ما يكون همك فقط استلم الراتب وامشي. صراحة يجي ما تقول يا عمي وراتب، يا الله طيب طيب قبل تعال الفواتير ما يخالف، راح يجينا الكلام ان شاء الله. هذا السر الاول. السر الثاني، مستعملا للامانه فيه. والله عندي قصه ولكن ما اعتقد يمدي الوقت، بس اعطيك اياها بالنصيحه من كلام الامام الصادق سلام الله عليه، عفوا، مؤديا للامانه فيه. يا شباب اذا اشتغل في مكان وينطوني سياره، سياره الشغل، ينطوني 6 ويل، شايفين شباب الله يعطيكم العافيه، عنده 6 ويل مال الشركه، ايش يسوي بيها؟ والله يعب لك بيها جوله، طلع زيت زيت. ليش؟ هذه امانه. حبيبي لا تقل لي صاحب الشركه هتشيف عن هتشيسوي، صاحب الشركه طائفي، صاحب الشركه ما اعرف ايش، مالي شغل فيه. انت منو؟ انت مستواك ما هو مستواك، انت شيعي، انت ابن اهل البيت سلام الله عليهم، انت المفروض تبقى الامين. الامام الصادق سلام الله عليه يقول اذا تريد يجيك الرزق ويرتفع دخلك كن امينا حتى لو ما حد يشوفك، وحتى لو كان انجس انسان هو صاحب عملك، ما يخالف انت كون امين حتى يوم اللي اشرون. يقول العامل الصدق اللي يشتغل الامين منه؟ العامل البحراني، مثل ما يقول الامام الباقر سلام الله عليه. ساجيب لك الروايه ان شاء الله. مستعملا للأمانة فيه، لا يكون هلق الأقل بإخلاص في عمل مهما كان صعب العمل. الأمر الثالث، الأمر الثالث من أسرار در الرزق وخصوصا هذه إلى أصحاب الأعمال، يقول مستميلا، مستميلا لمن يستعمله. شو يعني مستميلا؟ مستميلا يعني تجي تشوف الآن الشركات الخاصة، القطاع الخاص في الدول المتقدمة، شنو فلسفة، عفوا شنو سياستها مع درجة سياستها مع الموظفين؟ يقول لك يا له هذا الموظف اللي عندنا أعطيه، زود معاش، نغنغ، فرفشة، خلي روح سياحة على حساب، على حساب الشركة. أنت كل ما تعطيه وتغدق عليه شنو المردود؟ هو راح يعطيني. هذه من متى؟ من السبعينات توجهوا إليها، وإحنا يا حظ تخلف عن الأوجة. احنا تخلف، احلب هالموظف قد ما تقدر، وقد ما تقدر راس الشهر همين تقصر من عنده، واقدر اقتطاعات وتعطيه الحد الادنى للدنيا. اخر قيل الامام سلام الله عليه يقول يجيب يعني بالعكس، يقول لك تريد رزقك يزود اكثر، انت زود الدخل على هذا. خلي يسمونها في علم التسويق، تسويق الذات، تسويق الشركات، يسمونها الليالتي، عنده يكون انتماء، عنده اخلاص ولا يكون لهذه الشركه. ولذلك تشوف المقرود المسكين يشتغل بالحد الادنى من الراتب ويطحن من الصبح الساعه 7 الصبح الى الساعه 5 العصر، وجاني على جبل. هذا تشوف شبابنا ما خلق يشتغل شيء، ما شنو اللي قاعد احصله في المقابل هذا؟ أطحن ليش؟ أنا ليش أقول عندي ولاء لك أنت؟ وفوق هم المسؤول مالي همين واحد من كرمه، ليش أطحن قلبه؟ أنا أحرق قلبه. لكن يا عزيزي هذا أقول كله صحيح، وهذا ظروفنا، وهذا ترى مو بس إحنا، صدقني يا عزيز دول العالم الثالث كلها تعاند. إحنا خلينا نحكي الواقع إخواني، مو بس ننتقد حاطين على بلدنا وننتقد وننتقد لا يا عزيز، لا صدق تحكي لي تقول لي أكو طائفية، أقول لك هذا الواقع. نعم أكو بعض الجهات عدا طائفية، لكن السؤال لما أسأل الإمام الصادق أنا كموالي لأهل البيت شنو المطلوب من عندي؟ إمامنا الباقر يقول هذا المطلوب عندك شنو؟ اسمع الرواية وأختم. يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، إن شيعتنا كانوا خيار من كان منهم. إن شيعتنا بالبركة، إن شيعتنا كانوا خيار من كان منهم.
فإن كان فقيها كان منهم، وإن كان مؤذنا كان منهم، وإن كان إماما كان منهم، وإن كان صاحب أمانة كان منهم، وإن كان صاحب وديعة كان منهم، وكذلك كانوا. شيلي تقول الإمام الباقر سلام الله عليه، اللي تقول ياب شيعتنا وين ما تخلي يكون هو راز الأول. والله أنا من أقرأ هذه الرواية حقيقة أنا أخجل من نفسي، أنا أقول أنا وين مقامي من هذه الرواية، أنا قد نفذت وطبقت من هذه الرواية، لكن لا يسقط الميسور بالمعسورة. وشيعتنا وين ما تخليهم يكونون هم الفئة الأفضل، هم الأحسن، هم الأجود، هم الأكثر أمانة. إذا تريد فقهاء دور على فقهاء الشيعة، إذا تريد مؤذن خلي من تدخل بلد إسلامي والله أجود الأصل. شوف وين نزل من فقيه إلى مؤذن، ولا استصغار للمؤذن وهو أطول الأعناق يوم القيامة المؤذنون، ولا استصغار، لكن إذا أجود صوت تشوفه بالمساجد، مساجد البحارة ومساجد الشيعة، إن كان إماما. إماما مو يعني إمام معصوم، لا، إماما يعني إذا انطلق مسؤولية بالشركة، إذا انطلق بالدائرة الحكومية المنصب مقام كل، إن كان إماما يعني وراء تحتك موظفين، إن كان إماما أجود ناس. إذا إجا مستثمر يريد يستثمر بهذا البلد يسأل يا أبا أوظف منه، المفروض بين قوسين أقول المفروض الناس تقول له شوف دور على البحراني، البحراني هو اللي خدمك، هو الأمين، هو الصالح، هو اللي ما يتغيب عن عمله، هو اللي ما يتأخر يوميا، المفروض هكذا. بس واحد يقول لي ليش احرق قلبي يا عمي، راتبي ما هو عدل. يا سيدي مو كلامي، لا تحاسبني، كلام الامام الصادق سلام الله عليه يقول الله بيجيب لك الرزق. امس حكينا بلال وين كان يا شباب، منو كان حاضر؟ بلال كان معدوم، منو اللي رفعه؟ سبب لي سببا لن استطيع له طلبا، بس انت توكل على الله، هذا معنى التوكل، انت اشتغل عقيل. سامحني ارفع صوتي، انا بروحي صوتي محروق بس من قلبي هم محروق. ادري بالشباب قلبك موجوع، انت قلبك موجوع، دخلك ضعيف، لكن هذا مو مبرر، مو مبرر ان اصحاب الشركات يقول يا عمي ما اقدر اوظف بحراني، لو طلع قلبي روح اجيب لي واحد 120 دينار من عندي احسن. ليش؟ هو لها عده عوامل ترى القضيه، هل المشكله هذه لها عده عوامل، عامل ايضا يقع على عاتقي انا كعامل كطالب، وان كان اماما كان منهم، وان كان صاحب سرا، تشتغل في سكرتير، تشتغل انت ستور كيبر، تشتغل امين مبيعات، امين مخازن، عفوا مندوب مبيعات، وين ما تشتغل انت، وان كان صاحب وديعة كان منهم، وكذلك كانوا. يقول الامام العسكري جروا الينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح. صلى على محمد. تاسوعاء يا شباب، الله يعطيك العافية، عيد الحصبة الثاني، عيد الحصبة يوم تاسع، اليوم تفكر بعد ما إن شاء الله تتغدى بتاكل وجبة باسم علي الأكبر، ارجع وعيد حساباتك مرة ثانية، شنو كنت تشتغل أنت؟ فكر بيها، أولا أن يكون حاذقا في عملي، مؤديا للأمانة فيه، مستميلا لمن يستعمله. وفكر بحديث الإمام الباقر، شيعتنا أفضل طبقة وأفضل ناس، خلي نكون نماذج، هذه دعوة احسبها على علي الأكبر، وراح تشوف إن شاء الله التوفيق بحياتك. لا تقول ما يصير، صار ثلاث أيام أحكي، لا تقول ما يصير، كل ما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، الله يوفقك، هذا معنى التوكل. أنت بس سوي اللي عليك، إذا تقدر تعلم شوي عن مهنتك، حافظ على أمانتك، على أقل ما بينك وبين رب العالمين، مو لازم صاحب الشركة يدري، الله راح يردها إليك. وهذه أخلاق علي بن الأكبر سلام الله عليه، ناخذها اليوم يا شباب. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قيمة المرء ما يحسن. بس تشوف أنت في هذا من الأمور الوجدانية يا عزيزي، أنت تحترم الشخص على قد أخلاقه، على قد صفاته، مقامه بالمجتمع يكون عليه، هو ايش قد بعد عنده اخلاق وعلم وصفات،
وبشاشة وجه، هذا مقامه بالمجتمع. يا جماعة تعال والله نعرف مقام علي الأكبر شنو، مقام علي الأكبر هذا الذي حرق قلب أبو الحسين، اللي توجع عليه قلب أبو الحسين. ليش هالتفجع؟ بس لأن ولده؟ وليش هالتألم كله وهالدعوات من الحسين على أعدائه؟ أنا ما أعتقد دعا علي إلا بخروج علي الأكبر لما برز إلى القتال. أول دعا دعوة اللي تشوف هلقد قلب الحسين محروق متألم موجوع، قال لك لا أعرف أول أعرف مقام علي منه، مقام علي شقد كان عند الحسين، مقام اللي قل لك هذا الصورة طبق الأصل من رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني من القتلون يقتلون منه، مو يقل لهذاك النصراني اللي اجى قال له انا شفت جدك رسول الله البارحة بالمنام وشهدت الشهادتين على يديه، وابا عبد الله احببت اليوم ان اشهد الشهادتين على يديك، قال له تحب تشوف جدي رسول الله؟ واذا يجيب هالشبيه يدخل يرفع البرقع عن وجهه، خر هذا المسيحي النصراني على الارض مغشيا عليه. فقال والله يقول، قال له ابسايلك لو عندك ولد مثل هالشباب هذا تصيبه شوكه بصارت منك. قال له سيدي اموت. قال له شلون بي اشوفه مقطع قباله؟ إذا قلت لك حرق قلب أبو الحسين علي، ما دعا على أحد. أول ما أراد البراز علي الأكبر وإذا به يرفع يديه إلى السماء، نادى قطع الله رحمك عمر بن سعد، ما قطعت رحمي، وذبحك على فراشك عاجلا ولا بارك الله لك في أمرك. ولذلك تشوف وداع علي يختلف، وداع علي عن سائر الشبان كلها يختلف. سيدتي سكينة، بالله وصفينا سكينة هي اللي تقرأها الليلة تقرأها اليوم، تقول وداع أخوي شوي غير يختلف. اجا وقف ينبع بالخيمة وإذا بالنسوان حاطر، لازم بدن علي تقبل وتقل إلى أين يا حمان علي. وحدة شمة وحدة ضمة، لكن أنا أسألك يا مؤمن، والسؤال هو هذا اللي يفجع، أنت يا أم الشباب شلون ودعتي؟ تصور هواك في قبال الشباب قبال علي وتتأمل بوجهه، شنو تشوفين يا ليلى؟ قالت لي يما عليك المصطفى خالع جماله، واهب لك الكرار صلاة وفعاله، ومن الحسن عمك يا بعد اهلي نواله، وقص العمر من فاطمة يما علي. علي علي يا يما علي عليك يا مرسف الصوت. هاي أمنية كل والد، أمنية كل أم، تشوف ولدها عريس تفرح بيه، يتلبس ثياب العرس، لكن وين عنك يا ليلى؟ حنك الله يا ابو يوسف. قل له يما يا يما ثياب عرسك فصلت، جن خسرت حسبات قلب اللي حسبته، وكل الاسف زفت زواجك ما شفته، مثلك ولد يا نور عيني وجد وجه. يما لفظتك
عن الحريمة يما عمري تقضى وكل من يلاقي نصيبة ثياب الشهادة ما تناسب غير تجفي صيحوا يا ليلى ساعد هوا ولدا سكينة هذا وداع ليلى لكن بالله ابو الحسين شلون ودع الشباب قالت شفت ابوي الحسين غارت عينه في ام راسه صار ابو الحسين كل محتضر جاي يريد يودع الشباب بالله شلون يا سكينة تقول صعد اخوي على ظهر الجواد واذا بالحسين قبض بيده على شيبته الكريمة جعل اليد الثانية على الركاب يصار يمشي ويا علي إلى المعركة رفع بطرفه إلى السماء موجوع قلب الحسين اللهم اشهد على هؤلاء القوم فلقد برز إليهم أشبع الناس خلقا وخلقا ومنطقا بحبيبك رسول الله الشباب الى السيوف والرماح واجى الحسين وقف على باب الخيمة وشوف ولد علي رافع راس الحسين ويا مؤمن يا مؤمن انا كل يوم اقول لك كل يوم اقول لك على باب الحسينية من يوقف انت تفهمها بعد هاليوم كل يوم اقول لك وانت طالع من الحسينية حاجك عبيدك وانت ماشي والله النسوان همين هتشية انت حاجتك بيدك وانت ماشي ان شاء الله هاليوم على الباب من يوقف صيح باسمه يا عيوني من على الباب واقف واقف الابو واقف الابو صاحب العزل يعظم الله لك الاجر الله من الله الحسين واقف الحسين على باب الخيمة رافع راسه ينظر الى ولده علي واذا بام الشباب عيونها على وجه الحسين تنظر الى الحسين يتلألأ نورا وجماله واذا بينما هو كذلك تغير لون وجه الحسين لطمت على صدرها ابا عبد الله اصيب ولدي بمكروه قال يا ليلى ولكن برز اليه من يخاف منه عليه ليلى روحي طب الخيمتج تدعي ولادك الله يمكن يجيب ان شاء الله يرجع ولادك علي ليلى دعاء الام في حق ولدها مستجاب اقل لها ابا عبد الله اكو امهات صار بالسنتين والثلاثه يضعن الاولاد اشو ما رجعوا الاولاد ما رجعوا الاسرى اكو اباء محروق قلبهم يبجي يبجي على ولده 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 هذا اللي خرب الدراسة هذا اللي طلعوه من جرم عبد الله الى متى دخلت ليلى الى خيمتها وقفت توسطت الخيمة شقت جيبها رفعت يديها الى السماء اصحاب الحوائج ارفع ايدك ويا ليلى وصيح ساعدني نادت الهي بغربة ابي عبد الله الهي بصبر ابي عبد الله الهي بعطش ابي عبد الله صوتك يا Yeah.
الشباب استجاب الله دعاء ليلى. رجع الشباب الحسين فرحان بي شايف الابو اذا الولد سافر كم شهر يدرس من يرجع بالمطار شلون يحضن ولده يقبل برقبته يشم ولده يشم ريحة ولده اللي بفارقه كم شهر لكن شلون شلون من رجع علي. فتح الحسين باعه ضم الشباب الى صدره قال له ولدي الحمد لله على سلامتك ولدي علي هنا علي. قال له ابا حسين انا عندي طلبه 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 من عندك قول يا نور عيني هل قد عزازتك بقلب الحسين يا علي والله شو تريد من الحسين. قال له بشربتين لا تظمأ بعدها أبدا. ولدي الآن روح لحق على أمك بالخيمة لا تموت. أقبل علي دخل إلى الخيمة شاف أمه على الأرض رفع رأسها وضع رأسها في حجره صارت دموع على خدوده طلعت دموع صارت بوجه ليلى أفاقت نظرت إلى وجه الشباب قالت ولدي علي. قالها يمه ما هذا الجزع يمه ما تريدين ان تفتخري براسي يوم القيامه امام فاطمه الزهراء. قالت بلى والله يا امي ولكن يا علي يمه انا ردتك ذخر ليام شهر. ما وصيكم شباب امس وهاليوم لا يكون احد امس قال نسيت لا يكون تقول ما استحيت ورا المجلس ما بست ايد امي ما بست راس امي الام غالية وعزيزة. واللي ما عند امه محروم يروح على قبرها اقعد روح يوم تعز روح القبر امه تخرى على انفات يمه لو يمي ابو سيدي يمه لو يمي ابو سراسك انت غالي يما ردك دخل ليام شيب وصف انقطع منك نصيب محروم من شف العليب. ودع علي الاكبر امه خرج الى المعركه قاتل فيهم وهو ينادي انا علي ابن الحسين ابن علي بيت الله أولى بالنبي فالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضربكم بالسيف حتى ينثني ضرب غلام هاشمي علوي ويا دموج الخيل من يجبل عليه لكن الخيل أبو الحسن ينبيها واذا باللعين العبدي
اختلط به جموع الشباب بهالحالة يلوح براسه يمين وشمال. تفت ولدي ولدي علي، لا تحرك راسك، انت مجروح انت مصاب، اخاف عليك تلجي اخافك تنوجي. قال لي ابا حسين انا مستعجب ومستغرب، ابا حسين انظر بهالجهة ارى نور وجهك، ابا يا ابا عبد الله، لكن أبا يا حسين انظر إلى هذه الجئة أرى امرأة لابسة السرايا، عيناها في وجهك تلطغ على صدرها تنادي ولدي حسين. لكن بطل على الأكبر ودينا وقعدت على قلد وصني عجل الخيام يا حسين، الخيام وصلني هذا قلب الحسين، قلبه موجوع جاي يعزي.
شلون مات علي الأكبر؟ شلون فاركت روح الدنيا وجاي تعزي الحسين انت؟ والله لو أموت أدراها إلك يا أبا عبد الله، وأواسيها إلك يا ليلى، وساعة قلبك يا زينب. التفت الحسين مد يديه تحت الشباب، يريد يشيل الشباب ما هو قادر. انا هادي من اقراها اتذكرك يا علي ابو الحسن، هيج الليله وادي يشيل جنازه النحيله ما قدر. شبار بن ياشم مالي طاق، احملوا اخاكم، حملوا الشباب، جاءوا به الى الخيمه، اجلسوا جعلوا عليا على التراب، واذا راس الاكبر على رحم في حجر والده الحسين، يتمتم بكلمات بينما هو كذلك، واذا فارقت روحه الدنيا في حجر الدعاء تواسي فيها قلبي.